Your body is made up of يتكون جسدك من 50 تريليون خلية. تأتي الخلايا في أشكال مختلفة وكثيرة وبوظائف مختلفة، ولكن في داخل كل خلية تقريبا توجد نواة التي تحتوي على 99.9 من الجينات الخاصة بك، والميتوكوندريا تحتوي على عدد قليل من الجينات، ويقول الجميع لديك ما يقرب 20,000 جين. Your genes are small parts. جيناتك الوراثية هي أجزاء صغيرة من جزء طويل يسمى DNA أو الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين. إذا اصطف كل الحمض النووي الذي يحتوي على جميع الجينات الخاصة بك، فسيكون قياسه 6 أقدام، ولكنه ملفوف بإحكام بحيث يلائم النواة في خلية واحدة فقط. الحمض النووي هو جزء من شريط مزدوج يتكون من السكر، الفوسفات وأربع قواعد مختلفة: الأدينين، الثيامين، والسيتوزين والجوانين. تحدد هذه القواعد اللغة المعروفة باسم الشفرة الوراثية. العدد والترتيب لهذه القواعد الأربعة يحدد على سبيل المثال ما إذا كنت قرد، بقرة، موزة أو إنسان. أغلب الجينات هي صفات لصنع بروتينات معينة، تنتقل هذه الصفات من الآباء إلى الأبناء من جيل إلى جيل. عندما يقول شخص ما لديك شعر والدك، ما يعني هو يبدو أنك قد ورثت جين أو جينات من والدك التي تصنع البروتين الذي يشد خلايا بصيلات الشعر الخاصة بك إلى إنتاج شعر مجعد مثل والدك. تخبر الجينات الخلية كيف تعمل وأي صفات تعبر عنها. بتحديد أكثر، تنظم الجينات إيقاف الجينات الأخرى وتشغيلها في الخلايا المختلفة لتتحكم في وظيفة الخلية. جزيئات DNA طويلة تحتوي على جيناتك تنظم في قطع تسمى الكروموسومات. الأنواع المختلفة لديها أعداد مختلفة من الكروموسومات. الإنسان عادة لديه 46 كروموسوم، مجموعتان من 23 كروموسوم، أو ببساطة 23 زوج من الكروموسومات. الشمبانزي لديه 24 مجموعة من الكروموسومات أو 24 زوج من الكروموسومات. النسناس لديه 21 زوج من الكروموسومات. البقر لديه 30 زوج من الكروموسومات. الدجاج لديه 39 زوج من الكروموسومات. ذبابة الفاكهة لديها 4 أزواج، والموز لديه 11 زوج من الكروموسومات. لذلك ما هي النسبة المئوية من الحمض النووي في الكروموسومات الخاصة بك التي تشاركها مع الأنواع الأخرى؟ تشارك 93% من حمضك النووي DNA مع النسناس، و 98.5 مع صديقنا الشمبانزي. ماذا عن الناس الآخرين؟ 99.5%، لذا ما يجعلنا مختلفين عن بعضنا البعض. حسناً، لشيء واحد سنيبس، تغيرات الفردية متعددة الأشكال للنيكلوتيد.